السلام عليكم، صباح الخير. طلبت مع وفاء، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم الدوق ديال البندورة. كيجي الشكل ديالو رائع وغير مكلف، هكا تصاوبوها غير من الثوب ديال البندورة بلا دونطيل. كيجي الشكل ديالها رائع وكتجي هكا على شكل عصرية. هنا عندي جوج ديال القطع ديال الثوب. هاد القطعة هادي درت في العرض ديالها 16 سنتيم، وهاد القطعة هادي الصغيرة درت في العرض ديالها 14 سنتيم 12 سنتيم عفوا. انا عندي جوج ديال القطع، وفي الطول كديروا هكا قطعه طويله باش كديروا البليات. غادي ناخد هاد البندوره غادي نثنيها هكا على اثنان. غادي نحطو 8 سنتيم ديال العنق هكا، غادي نطراسي 8 سنتيم، وغادي نحيد 2 سنتيم اللي هبطت بيها في العنق. غادي نهبط ب 14 سنتيم، هنايا غادي نهبط ب 14 سنتيم صافي. غادي نطراسي هكا واحد الخط دائري. بحال هكا كتجي الدورة ديال العنق. وغادي ناخد هاد القطعة هادي غادي ندير لها العطفة من واحد الجهة بحال هكا. غادي نتني غير القياس ديال نص سنتيم هكا، غير القياس ديال السورجي باش كتجينا العطفة غير رقيقة غير من واحد الجهة. صافي غادي ندير لها البليات بحال هكا، كديروا غير بليات صغار بحال هكا، كتنوا القياس ديال نص سنتيم. صافي كيجي الشكل ديالها بحال هكا البليات. ونفس الطريقه غادي نديروها للقطعه الثانيه. بعد ما درت لها البليات كندوزو عليها هكا بالمصلح باش كيجيونا هاد البليات بحال هكا. ونفس الطريقه للقطعه الثانيه. وغادي ناخد هاد القطعه الصغيره غادي نديرها بحال هكا على القطعه الكبيره بحال هكا، كتجينا غير قصيره على القطعه الكبيره. وغادي نخيطوهم عاد نركبوهم على البياسه هكا، كتخيطوهم بعد سنتيم. بحال هكا كيجي الشكل ديالها صافي. ودابا غادي نركبوهم على البياسه. غادي ناخدو هاد البندوره وغادي ناخدو هاد القطعه وغادي نديروها بحال هكا. صافي كيجي الشكل ديالها بحال هكا من بعد ما خيطتهم. وغادي ناخدو القطعة ديال الخلف وغادي نخيطو الكتفين بحال هكا. غادي نديرو الوجه لعند الوجه وغادي نخيطو الكتفين، وكنخيطو بحال هكا على هاد القطع هادو اللي درناهم في الدورة ديال العنق باش كتجينا هكا البياسة مفينية مزيان.
صافي. من بعد ما خيط الكتفين غادي نفينيو هكا الدوره ديال العنق. قبل ما نفينيو الدوره ديال العنق، هنا واحد الشريط كتفصلوه هكا في العرض ديالو 5 سنتيم، وفي الطول كديرو فيه 38 سنتيم، وغادي نخيطوه بهذه الطريقه هذه. صافي، من بعد ما سايتو غادي نحيدو هاد الزيادة هادي ديالتو، وغادي نقلبو هاد الشريط بحال هكا. غادي نقلبوه على الوجه، كتخلي واحد الفتحة هكا في الوسط ديال الشريط. صافي، من بعد ما قلبتو على الوجه غادي ندوزو عليه بالمصلوح. من بعد ما دوزت عليه بالمصلوح غادي نقسمو هكا في النص، وغادي نحدد النص ديالو، وغادي ناخد هكا الدورة ديال العنق. غادي ندير الخياطة مع الخياطة ديال الكاتف، وغادي نحدد النص ديال الدورة ديال العنق ديال الأمام بحال هكا. صافي، وغادي نخيطو هاد الشريط في الدورة ديال العنق. بحال هكا غادي نديرو هاد الشريط، كتقدو هكا مزيان. صافي، غادي نخيطو هاد الشريط عاد نفينو الدورة ديال العنق. باش كيجي لينا هاد الشريط هذا مفيني في الدورة ديال العنق بحال هكا، كيجي الشكل ديالو. وني عندي هاد الشريط هذا في العرض ديالو 3 سنتيم، وغادي ديرو هكا القياس ديال الدورة ديال العنق بحال هكا. كدورو على الدورة ديال العنق باش كيجيكم غير القياس اللي في الدورة ديال العنق، باش كتخيطوه من الجوانب. وغادي نحيد هاد الزيادة هادي ديالتو، وغادي ندير هكا الوجه لعند الوجه، وغادي نخيطو من واحد الجهة. وغادي ناخد هاد الشريط غادي نديرو مع الخياطة ديال الكاتب بحال هكا، الوجه لعند الوجه. صافي، وغادي نخيطو بواحد سنتيم. صافي، من بعد ما خيطناه غادي نتنيو هكا للداخل واحد نص سنتيم، وغادي نتنيو واحد نص سنتيم بحال هكا، وكتخليو هكا سنتيم على الوجه بحال هكا كديرو له، وكتخليو في الدوره ديال العنق بحال هكا واحد سنتيم. صافي، غادي نخيط هكا على الحرف ديال الثوب بحال هكا. كنتنيو نص سنتيم المره الاولى، وكنتنيو المره الثانيه نص سنتيم، وكيبقى لينا سنتيم على الوجه. من بعد ما سايسه كيجي الشكل ديالها بحال هكا على الوجه بحال هكا، كيجينا هاد السنتيم على الدوره ديال العنق كامله. صافي، وغادي ندوزو نخيطو لكم. هنايا كتفصلو في الكم، كديرو في العرض ديالو 17 سنتيم، وكتفصلو واحد القطعه بحال هكا، كديرو نفس القياس اللي عندكم في الكم، كتزيدو عليها 10 سنتيم ديال البليات. وفي الطول ديال الكم درت فيه 30 سنتيم، وهاد القطعه هادي درت فيها 14 سنتيم. غادي ناخد هاد القطعة هادي، وغادي ندير لها هكا العطفة من واحد الجهة. غادي نتني هكا غير القياس ديال السورجي، بس تجيني هكا غير العطفة غير رقيقة شوية.
صافي. من بعد ما ساليتها غادي ندير البليات هكا، غادي ندير غير البليات الصغار. غادي ندوزو نركبو على الكم بحال هكا، غادي نطلع هكا واحد نص سنتيم، وغادي نركب هاد القطعة هادي على الكم بحال هكا. هاد البليات هادو كيجيونا على الوجه بحال هكا، وغادي نعاود بالخياطة على الخياطة اللي درت بيها البليات، باش كتجيني غير خياطة واحدة. ومن ما سعيتها بالخياطه كيجي الشكل ديالها بحال هكا. وغادي ندوزو نركبو على البياسه، غادي نحد النفس ديال الكم، غادي نديرو مع الخياطه ديال الكاتب صافي. غادي نبدا بالخياطه من واحد الجهه، صافي. من بعد ما خيطت الكم غادي ندوزو نجمعو البياسه. وهنا في هاد الخياطه هادي ديال الكم كديرو هكا الخياطه عند الخياطه، باش ما كتجيكم مقاده، ما كتجيكمش خياطه طالعه وخياطه هابطه صافي. غادي نجمع البياسه كلها، وغادي ندير العطفه للكم والدوره ديال الجلايل، ونرجعو نشوفو الشكل النهائي باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي، كيجي الشكل ديالها بحال هكا، كيجي الشكل ديالها رائع بحال هكا، كيجيو هاد الفرفارات في الدوره ديال العنق بحال هكا، والكمام كيجي بالشكل ديالهم بحال هكا. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لي الجيم التعليق ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.